مين والله ليك وحشة، توحشناك. وتو سيدي رمضان تبارك الله كان فيه ومشي على روحه، هيك وتو هو دخلنا يمات. للفطار كالعادة أي مات رجعنا للنشاط. نرجعوا للنشاط وللحيوية وللدبارات بتاعنا المزيانة الأغلى. شوف مين برشا لليوم يسألوا فيا وقتاش دبارة اليوم، وين دبارة اليوم؟ قلت لهم اليوم في أولاد الكاب سوربريز انكونتورنابل زادا. دونك فرحان جدا انه ترجعنا نشوف مين بلد دبرت البنينه دبرت المزيانه اي سورتو على ضمنتي. خليني نقول دبرت شاف مين راهي عمرها ما تتفلت، طبقوها بحواذافيرها ولا كيفاش يقولوها شاف مين. دونك بقدرة ربي تجيكم دباره تعمل 67 كيف السلوغون نتاعنا شاف. تعال تعال فوالا يلا مالا نمشي مع بعضنا تو سويت لدبرت اليوم. دبرت اليوم بارت اليوم يا شيف يا شيف، واش توحشت الفيرجول هذه يا شيف. اي يا خويا يا سيدي نودكم بحاجه بنينه اليوم. هي عارف من بعد سيدي رمضان نعملوا كدي توك في الحكايات، نعملوا حاجه خفيفه، بس نعملوا واحد خفيفه ليجير باش نجموا نغلفوا بها المعده بتاعنا. اللي هي ناخذوا الحلالم كالعاده 100 جرام حلالم على سيره، نستخدمها اخر حاجه باش نحضروا لها البويون بتاعها، الماء نتاعها معناها اللي هي باش ناخذوا مغيفة طماطم. ممكن نعملوا هيك طماطم برشا، نعملوها زعرة شوية خفيفة، مغيفة طماطم شوية هريسة عربي، سنة ثوم زوز سنين ثوم مبروشين معاهم شوية صل، مغيفة ولا اثنين زيت زيتونة تقليو سلة سلة. كان فما زادة طماطم فريش معناها كاتبين طماطم اخرين نرحيوهم ونحطوهم مع بعضهم، نقليوهم مليح مليح، ومن بعد نبداو نمرقوا فيهم بشويه بشويه الماء. وقت اللي نمرقوا الماء مليح مليح نحطوا لها الفتيحه نتاعها اللي هي ملح وفلفل اكحل وتابل وكرويه وشويه فلفل زينه، هذا بينا ما يكونش حار ما يكونش حار هنا، ونحطوا معاها كما تقولوا مغيرفتين حمص اللي هي مقدار 25 جرام حمص يكون منفخ حاضر امور مريقله، نسقطوها فيها ومن بعد نرميو الحليب نتاعنا خليوها تغلي شوية مع شوية فما شوية عدس شوية فول مصري أكيد جبابش كما قلنا نحن، نرميوهم فيها خليوها تسيب لمدة 30 دقيقة تكون عندنا الحليب حاضرة تعمل 66 كيف. حاضرة 66 كيف في 30 دقيقة الحليب بتاعنا. هذه لونتخي شيف، يلا شنو عندنا في الديسير؟ في الديسير ديريكت في الـ في الـ في السويت شيف على غالب. اي يا خويا رمضان فيه خويا راهو والله شيف سي... مازال وقت هذول نزلت نزلت مستانس شقان الفطر. اسمع بالرسمي شيف مازلت مستانس بالريتم نتاع شقان الفطر، عرفتك سي الوقت هذا نبدا نضيع وما ناكل شيء في النهار. انا صدقني تو فطور نص النهار مازلت ما فطرتوش، مازلت ماشي بريتم. مالك فطرك تو ربع ساعه اخرى نربط يد للمغرب. عزيز اخويا العزيز توا نحنا باش نعملو لهم مشامم بروكلو، باش ناخذوا راس بروكلو نتاعنا باش نفركوه باش نخمطوه ساعة ونحطوه مليح ونخمطوه نفركوه هكا مشامم نقصوهم معناها يبداو مليانين. ناخذوا المشامم نتاعنا باش نغطوهم في الفارينة وعظم فارينة مركوزة، العظم يبدا مركوز مش هكاك يبدا مركوز، نغطوها في الفارينة ومن بعد نحطوهم في العظم ونقليوهم يبداو مشامم يتقرمشوا وكروكو. نحضروا لهم صوص طماط في العاده نتاعنا اللي هي باش تكون طماط فريس، ناخذوا اربع كعبات طماطم باش نقصوهم هاشي مليح مليح مع ثوم مع تابل مع كرويه زيت زيتونه ونخليوها على شيره. نعملوا لهم حبرات الحم زاد كيف تخليهم معاهم يسيبوا مقدار 200 جرام لحم مفروم وخليوها صوص، ومن بعد نغرسوا فيهم المشامم هذيا نعملوا نصبوها في صحن ونحطوا المشامم نقولوا صحة وبالشفاء مشامم لبروك. صحة وبالشفاء لينا مشامم لبروك لو بعد صحيفة حليلم الأغلى حاجة ممتازة جدا. شنو عندنا في الديسير يا خلطنا الصحيح؟ هاي الديسير بتاعنا باش نعملوا ميلفوي إيطاليا كالعادة، تكون عندنا باك في البيت في الدار حاضرة، نحلوها نطلبوها ننقبوها ساعة قبل، نحلوها بالفارينة ونحلوها شوية على الآخر، ومن بعد نطلبوها كيما الباتي. اما قبل ما نركبوها لازمنا ننقبوها الباتشويتي مليح مليح، ومن بعد نقلبوها نحطوها في طبق هذوما اللي سيركل هذوما تاع الباتشويتي، نحطوها في 200 درجة لمدة 25 دقيقة، ومن بعد نخرجوها. تكون عندنا إن كريم ليكيد حاضرة، كريم ليكيد بيان فويتي ولا أي كريمة، نزينوها نحطوا ناخذوا السيركل الأولى نحطوا عليها الكريمة، نحط معها كعبة فريز مقبوسين،
بعد ما ياخذوا سيرك الاخرى حطوها فوقها وبعد رشوا عليها سيرك الجلاس ونزينوها قبل بيز مفروغ او وقت الفريز ويكون عندنا امي شوي ايطاليان الخفيف ويعمل ست كيف مع كويس جو ولا قهوه ونبداو امورنا مريقه. أمورنا مريقلة 100% معك شيف أمين. دونك شكرا لك على دبارة اليوم. نعاود نذكروا المستمعين اللي يلقاو المزيد من التفاصيل تلقاوهم على الباج فيسبوك نتاعنا غاديو كاب اف ام الانستغرام ولا حتى اليوتيوب زادا. سينو نذكركم بالروسيت نتاع الحلالم. دونك كيما قلنا شيف أمين دونك 30 دقيقة أكاهو. دونك ناخذوا 100 غرام حلالم نحضروا نحطوا في الماء مغير فطماطم مقطع ما نحطوش برشا باش ما تجيش مطمطمة برشا شوية هريسة عربي سنين ثوم شويه بصل زيت زيتونه وكعبتين طماطم دونك نقليوهم الكل في الزيت شافه مع الزيت بالطبيعه ولا ما نحرقوهمش ومن بعديك نمرقوهم بالماء نزيدوهم لفاحات اللازمه نتاعنا حاجه لازمه لفاحات ديما تبنى الماكله. دونك نحكيو على ملح فلفل اكحل فلفل زينه نجمو نزيدو مغير فات حمص حمص منفخ كيما قلت شاف دونك ولا عدس ولا فول مصري وبعديك في الاخر بكل نزيدوهم الحلالم على مده 30 دقيقه تكون الحلالم نتاعنا حاضره وموجوده على الطاوله. نمشيو للسويت نتاعنا اللي باش يكون هكا ما تعديش طول ديريكت للديسير شاف انا قصيت على السويت دونك نحبسو على السويت. شو عنا سويت اليوم باش نحكيو على المشامم مشامم البروكلو اللي باش ناخذوا البروكلو نتاعنا نصبطوهم الكل من بعد نغطسوهم في الفرينه والعظم نحضروا صوص الطوماط نتاعنا اربع كعيبات طماطم سنين ثوم لفاح نتاعنا التابل والكرويه مع نجمو نزيدوهم الكل كعبرات اللحم المفروم ونحضروهم في صحن نتاعنا بنا عالمية تعمل 66 كيف المشامم البروكلو نتاعنا السويت لليوم. سينو بهكا ناخذ ولا ديسير اللي باش يكون ملفي ايطاليا دونك الملفي الايطالي دونك اليوم نجم نحضروها في الدار بريسيت سهله اي سورتو حاجه تجينا بنينه ونظيفه سورتو في الدار شيف دونك ديما على حاجه كي نطيبوها في دارنا في ديارنا تكون حاجه كوم فيها روح بنينه اي سورتو حاجه نظيفه للصغيرات. دونك ناخذوا البات فويتي نتاعنا دونك قلت ننقبوها مليحه مليح علاش شافي خلينا ننقبوها ساعه ننقبوها البات فويتي خاطر هي بات ملفوي خاطر اذا كان ما تنقبهاش تنفخ تولي كيما كعبة الفاتي الفاتي تبدا من فوق فما ورقه ملوطه ورقه من فوق فما هذه ملفوي لازم الورقه تكون منقبه باش ما تنفخش خاطر تحطها الفويتاج يطلع تتورق وشنو اللي ورقها الفويتاج هو الماء الماء اللي في الزبده خاطر الزبده تاع توريق تنفخ العجينه اللي ما عادش في ايطاليان تولي ما عادش تنزل تاكلات تولي ما فوق ياسر كيما الفولوفون كيما الباتي هذه هي علاش ننقبوها. نتصور شايف حتى من المنظر مش باش تكون مزيانه برشا. هكا ولا بالطبيعه منظر بالطبيعه مزيانه خاصه هذه تسميه بارمي لي ديسير سور اسيت معناها ديسير تاع ريستوراسيون معناها كي تمشي ريستورون على كارت يقدموا لك حاجه في صحن كي مزيان وكذا ري عليه الفرق ما بين الملفوي التونسي والملفوي الايطاليان الملفوي الايطاليان هو يتقدم في صحن باهي برشا باهي. بعد ما البات نتاعنا نقبناها نطبعوها مليح مليح دونك نحطوها في 150 درجة شاف أمين قلت على 25 دقيقة 200 درجة ديما لي بات يتحطوا في 200 درجة 200 درجة لي بات باهي 200 درجة لمدة 25 دقيقة شاف 25 دقيقة تكون ناضجة وطايبة وكروكون كروكونت باهي. سينو نزيدوها نحطوا لي بات نتاعنا نزيدوها الكريمة ولا الفريز كيما تفرجوا تو في التصاور اللي تدور على الفيسبوك نتاعنا غاديو كاب اف ام ولا حتى الانستغرام ولا حتى اليوتيوب وما تمشيو نتوما. دونك ننصحكم باش تدخلوا تعملوا طلة اذا كان ماكمش تتفرجوا تو حاليا تسمعوا فينا كي تروحوا للدار باش تحضروا الريسيت نتاعكم. دونك ادخلوا اعملوا طلة شوفوا الملفي ايطاليان حسيلوا حاجة عالمية حاجة مزيانة يمكن برشا تو يسمعوا فيا ماهمش يتفرجوا في التصاور يقول لك الملفي الملفي يعرفوا شكل واحد نتاع الملفي الوغلا الملفي ايطاليان دونك حاجة مزيانة حاجة فيها تحس فيها فن فيها زينة فيها حتى من الجو مطعم مزيان برشا كروكونت حتى من لي بات باينة في التصويرة دونك حاجة ممتازة جدا. دونك تنجموا تلقاو المزيد والمزيد من التفاصيل على الباج فيسبوك نتاعنا غاديو كاب اف ام الانستغرام ولا حتى اليوتيوب زادا. شكرا ليك شاف امين عليك الصحة عايش كبرك الله وفيك وان شاء الله في ريسيت مزيانة اخرى وان شاء الله ليلكم زين.
ان شاء الله يا ربي غدوه في رسالة جديده. شكرا ليك شافمين على دبارة اليوم. يسعدنا على ذكركم اللي شافمين يشوفكم موجود معنا ديما في دبارة اليوم الاثنين الجمعه، كل مره دبارة جديده سهله خفيفه بنينه اي سورتو تيب في اسرع الاوقات، حاجه ممتازه دبارة شافمين. ديما اعملوا طلع على الباج فيسبوك نتاعنا غدوه كيف فهمت تلقاو رسالة كامله جميله هذه دبارة اليوم. دبارة اليوم دبارة اليوم اوكي، انا نكون موجود في اسمي يكون موجود في